كيف يعيش اليمنيون ذكرى الوحدة اليمنية في ذكرها الثلاثين؟ شبح التمزق وحروب الانقلاب تدعمها الإمارات بالمال والسلاح. ميليشيات تتقاسم النفوذ شمالاً وجنوباً. هل نهرب من الوحدة إلى المشاريع الصغيرة؟ أم أن ما يجمع اليمنيين أكثر مما يفرقهم؟ أهلا بكم. مؤسسات دولة تعاني عملية تقويض طويلة الأمد وسيطرتها على قرارها السياسي وجغرافيتها في حالة تآكل مستمرة لصالح حلفائها وأعدائها على حد سواء، وحالة عامة من الجمود الاقتصادي واتساع رقعة الفقر، والبلاد تعيش حالة صدمة من هجوم فيروس كورونا. استغل المجلس الانتقالي الجنوبي الممول من الإمارات ذكرى الوحدة الثلاثين لتجديد إعلان حرب جديدة للانقلاب لم تتوقف منذ إعلانه عن نفسه قبل 3 سنوات، وفي الذكرى نفسها، لكن قيادته هذه المرة تطلق بيانات الحرب من أبوظبي بعد أن كانت تطلقها من عدن، وباتت تحركاتها على الأرض متروكة للصف الثاني من قيادة المجلس الذي يعيش حالة من التناقض بين ادعاء الرغبة في إعلان الانفصال وبين الاعتراف بالشرعية مع ما يقتضيه ذلك من بطلان دعوة. واللجنة الوزارية المشتركة تأتي الذكرى 30 لإعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بينما يعاني اليمنيون من آثار انهيار الدولة وتفككها وتسلط الميليشيات على أجزاء واسعة من البلاد، فيما بات مصير الوحدة ذاتها معلقا على ما ستسفر عنه المعارك المنتشرة على طول البلاد وعرضها. رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي القائد العام للقوات. منذ عقود لم تعرف اليمن حالة مثالية على المستوى السياسي، فحالة التشطير على الأرض التي تزامنت مع التسيد الاستبدادي في الشمال والاستعمار في الجنوب أنجبت نظامين سياسيين متنافرين فرضت عليهما الوحدة بقوة الوجدان الشعبي بعد أن كانا وتحت شعار الوحدة نفسها قد خاضا حروبا لم تندمل آثارها حتى اليوم. لم تفلح حتى اتفاقية الوحدة وما تلاها من حراك سياسي في تجنيب خيار الحرب لحل الأزمات السياسية الناشئة من صراع الإخوة الأعداء، فكانت حرب صيف 94 التي قضت على التشطير المادي وفتحت الباب واسعاً لخلق تشطير أعمق على جدار النسيج الاجتماعي اليمني. تحولت الوحدة من هدف منجز إلى شماعة لتعليق الأخطاء وأسباب الفشل، وصار التنكر لها وإنكارها شعاراً جديداً يصوره مستثمروه كحل سحري لمعالجة ما وصلت إليه البلاد من حالة مزرية على مختلف المستويات. القيادات الميدانية العسكرية الأمنية العسكرية في الذكرى 30 للوحدة اليمنية تبدو اللحظة اليمنية مدفوعة بطموحات مجموعتين انفصاليتين، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء وميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات في عدن، ليصبح المشهد اليمني وكأنه عائد إلى ما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر. بات شبح التمزيق يهدد البلاد ويخلق كل يوم جروحاً وآلاماً جديدة، خاصة وقد تحولت مطالب الانفصال إلى قوة حاكمة على أجزاء من الأرض في الجنوب بقيادة تجمعها انتماءات مناطقية ضيقة تفتقر للمشروعية القانونية وتستند إلى السلاح لتغطية عجزها عن احتواء الطيف السياسي في المناطق التي تدعي تمثيلها بشكل حصري. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون. بداية مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور وخواتم مباركة عليكم وعلى الجمهور الكريم. أهلاً عليكم دكتور. إذا تحل الذكرى 30 للوحدة اليمنية والبلد يعيش شبح التمزق وهو أقرب إلى التقسيم بسبب حروب الانقلاب الذي تدور، برأيك كيف تقرأ المشهد وفق هذه المعطيات؟ قصة مأساوية أن تمضي على منجز عظيم لليمنيين، وهو أحد المنجزات التاريخية التي يفخرون به وسيظل يفخرون به بغض النظر عن المآلات المأساوية التي تواجه هذا المنجز العظيم.
هذه المأساة تتجسد بأن 30 عاماً لم تحقق مكتسبات مترتبة على هذا المنجز العظيم، مقارنة بما تم من منجز مماثل مثلا في ألمانيا. يعني تقريبا الوحدة الألمانية تمت بنفس العام الذي تمت به الوحدة اليمنية، ولكن شتان بين البلدين. أين هي ألمانيا وهي تعتبر الدولة الأولى في أوروبا والدولة الرابعة على مستوى العالم من حيث القوة الاقتصادية، واليمن تعتبر هي الدولة الأولى من حيث الفشل السياسي والإداري والأمراض والانهيار التام. طبعا في كلا التجربتين، واليمن تعتبر هنا المقارنة فقط لكي يعرف المشاهد أن الهدف النبيل ليس سيئا بذاته بقدر ما أساء إليه الحكام الذين أداروا هذه العملية السياسية بالذهاب إلى بؤرة الفشل أو إلى جب عميق. يعني القيادة السياسية في اليمن سواء قبل الوحدة شمالا أو جنوبا أو بعد الوحدة كانت مسؤولية مباشرة عن هذه المآلات السيئة التي أصبحت تؤلم جميع اليمنيين. والقيادة السياسية في ألمانيا هي الوجه المشرف التي قادت ألمانيا إلى مصاف الدول الكبرى في العالم، قلنا المستوى الأول أوروبيا والرابعة عالميا. ومع ذلك باعتبار الوحدة اليمنية منجزا تاريخيا عظيما، وهو من المنجزات التي لا يمكن أن يخجل اليمنيون منه أو يتبرؤون إلا الممولون والعملاء للخارج، فإنه يأتي تتويجا لمنجزات تاريخية يفخر بها اليمنيون. المنجز الأول هو الحركة الوطنية، الحركة الوطنية اليمنية شمالا وجنوبا، والتي قررت أن تتخلص من الاستعمار جنوبا وتتخلص من الاستبداد شمالا، وعلى إثر ذلك قامت الثورتين أكتوبر في الجنوب و26 سبتمبر في الشمال. المنجز الثاني وهو الوحدة الذي نتكلم عنه وهو هذا الموضوع. المنجز الثالث وهو ثورة 2011، والذي أراد اليمنيون أن ينتقلوا إلى دولة مدنية حقيقية، تكون السلطة حق فعلا للشعب، ويكون الحاكم مجرد خادما لهذا الشعب، ولكن المستبدون تآمروا عليه وأوقعوه في هذا الفخ الكبير مع مؤامرات إقليمية شاركت بهذه المأساة. نعتبر بأن مخرجات مؤتمر الحوار لا زالت عنوانا كبيرا يمكن البناء عليه مهما طالت أزمة الحرب. ولا زال اليمنيون عن مخرجات مؤتمر الحوار، ولكن قبل ذلك دكتور، يعني ما تشهده البلاد من إشكالات ربما يتجاوز الوحدة السياسية وصولا إلى الوحدة الوطنية، ما أبرز هذه الإشكالات برأيك؟ نريد أن نفرق بكل وضوح حتى لا نقع في فخ اليأس وفي فخ التجاذبات من الخطابات المبعثرة والممولة. أجزاء مشاريع التفتيت، مشاريع التفتيت لا يمكن أن تظهر إلا في ظل فراغ الدولة. عندما انهارت الدولة اليمنية ظهرت مشاريع التفتيت هنا وهناك، انقلابات ومشاريع انفصالية ومشاريع بيع الوطن بالتجزئة وبالجملة لهذا وذاك. ولكن إذا ما انتقل اليمنيون إلى حالة من العمل المؤسسي والدولة التي تضمن حريتهم وحقوقهم، فإن مثل هذه المشاريع تنتهي. نحن اليوم يشوب اليمنيون كثير من المخاوف حول مستقبلهم، وهذه المخاوف هي تعبير عن إنسان عاقل يسعى إلى أن يتخلص من هذه الحرب التي بدأت ولا نهاية لها. هذه الحرب لو لم يكن هناك طرف خارجي متحكم بالقرار لا يمكن أن تستمر 6 سنوات. كان اليمنيون سيصلون إلى حل سواء بالقوة أو بالحسم أو بالتوافق، ولكن ما دمنا نسلم لهذا الطرف الخارجي بالبقاء عابثا ومتحكما فإننا لا نخرج من المأساة. وهذه المشاريع التفتيتية ومشروع الانفصال ومشروع الانقلابات شمالا وجنوبا وربما أيضا شمالا كانقلاب الساحل الذي يتوقع له في قادم الأيام، فإن هذه المشاريع التفتيتية والتجزئية والمجهرية لا يمكن أن تنمو وتتفرع قلنا إلا في ظل فراغ الدولة وفي ظل الممول الخارجي. اليوم نتحدث عن جمعية وطنية عددها أكثر من 300 شخص في المجلس الانتقالي، من يدفع لهؤلاء رواتب؟
لماذا منحوا السيطرة على الأموال الداخلة؟ لماذا سمح لهم أن ينهبوا كنتونيرات من المليارات المطبوعة؟ أنا اليوم أقولها ولأول مرة، أنا أتهم عبد الرب منصور شفاهة ودون اعتذار ودون تراجع بأنه شريك في هذه التجزئة وهذا التفتيت، وأنه شريك في دعم المجلس الانتقالي، وأنه يؤسس لعمل الانفصالي سواء أعلن عن ذلك أو لم يعلن. إنه يمارس الكذب والتحايل والنفاق لكي يبقى فخامة الرئيس لا أقل ولا أكثر. لا يوجد رئيس وطني بمشاعر وطنية يرمي بشعبه في حرب، في أتون حرب يعبث بها الداخل والخارج، وهو صامت والقرار بيده سلمه لغيره. إنه مسؤول مسؤولية مباشرة، وهنا أقول بأنه شريك فيما يقوم به المجلس الانتقالي، وبدون الضوء الأخضر منه لا يمكن أن يصل لا المجلس الانتقالي ولا الإمارات إلى هذه المآلات السيئة التي فاجأت نعم شمالاً وجنوباً. هذا حديث خطير دكتور فيصل. دعني أشك معنا في هذا الحوار الأستاذ علي الأحمدي، مساعد أمين عام حركة النهضة، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور أختي الكريمة، ومساء الخير للسادة المشاهدين جميعا ولضيوفك الكرام وخواتيم مباركة. علينا وعليكم إن شاء الله أستاذ علي. بداية، الذكرى 30 للوحدة، والبلد يمر بما يمر به من عواصف سياسية واقتصادية وصحية أيضا، كيف يمكن الحديث عن هذه المناسبة في ظل الوضع الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئ شعبنا اليمني بهذه المناسبة العظيمة، وهي مناسبة قيام الجمهورية اليمنية على التراب اليمني الموحد في عام 90. لا شك أن هذه الذكرى تمر في وقت عصيب تمر به البلاد، ولكن لتعليق أولا حول العنوان الذي يطرح للحلقة وبعض حديث ضيفك الكريم الدكتور العزيز فيصل، وهو أن الوضع الحالي في اليمن يختلف عن أي وضع سابق، وينبغي أن يكون الحديث دقيق وتكون المصطلحات حثيثة. الحديث عن انفصال في هذا الوقت أو بهذا العنوان حديث ليس بالشكل الصحيح، لأن الوضع الحالي يختلف عن مثلا ما حصل في 94، حيث كان هناك طرف يريد الانفصال وطرف يدافع عن الوحدة. الوضع الحالي وضع مختلف تماما، الوضع يهدد كيان الجمهورية اليمنية بكلها، يهدد النظام الجمهوري، يهدد الديمقراطية، يهدد حتى الوحدة. فالخطر الذي تعيشه اليمن هذه الأيام يفوق أي خطر محدق بالبلد منذ قيام الجمهورية منذ 30 سنة. موضوع الانفصال مثلا الذي يطرح بناء على هذه الأحداث الحالية، البلد مرت على وحدتها بهذا الشكل 30 سنة. لو تحدثنا عن مثلا دولة اليمن الجنوبي، تلك الدولة عمرها لم يتجاوز 23 عاما، والآن لنا 30 سنة في الوحدة. 50 عاما أو أكثر ذهبت من أعمار اليمنيين، تحققت منجزات كما ذكرت، قيام جمهورية وقيام الوحدة وقيام النظام الديمقراطي التعددي، التعددية السياسية. في هذه اليوم وفي هذه الذكرى على اليمنيين جميعا أن يدركوا حجم التهديد وحجم الخطر الحاصل الذي سيعطف بكل المنجزات الثلاث، ولن يبقي لليمنيين أي منجز يفاخرون به. نحن ننظر للحال الذي يجري الآن، بث النعرات وبث العنصرية، أيضا التدخل السافر الذي يحصل في بلادنا، ارتهان جهات سياسية بكل وضوح لأطراف خارجية، تنفيذ أجندات. أريد فقط أن بهذه المناسبة اللي أوضح كلامي بشكل أكثر، إن ما يجري في عدن ليس دعوة انفصالية لانفصال جنوب اليمن، هذا الأمر يجب أن يفهم. ما يجري في عدن هو عبث عبر أدوات محلية، هناك دول
خارجية تعبث بمنجزات ومفاخر اليمنيين وعبر أدوات. عندما ننظر مثلا الآن إلى الجنوب نرى أن أكثر من 80% من مساحة الأرض تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لا توجد فيها أي مشاكل، لا توجد أي نعرات، لا توجد أي تحركات. ما يجري في عدن حاليا وفي أبين في زنجبار هو تدخل خارجي بصريح العبارة، لا يمكن أن يقال أكثر من ذلك. لا تصور الموضوع ما يجي إلى فكرة أن هناك دعوة انفصالية فقط بهذه البساطة. هناك سلاح لدول، هناك مدرعات، هناك صواريخ حرارية، هناك رواتب تدفع بالأموال بالعملة الصعبة للجنود. كيف يمكن أن نفهم أن هذه دعوة هنا هو مخطط، أو لنقول أن هناك عمل لم يعد مخطط بل هو عمل ممنهج منذ تحرير عدن. تم تصفية الكوادر الوطنية، تم تصفية أبناء عدن ورجالات المقاومة. نحن أيضا في ذكرى تحرير عدن الآن، ونعلم جميعا ما حصل لقيادة المقاومة في عدن، وأعقب ذلك معاقبة عدن نفسها، معاقبة المدينة بخنقها وقتلها وقتل روح المقاومة فيها لتمرير ما نراه الآن من مع الأسف الشديد. نعم، إذن ما نراه الآن دكتور، يعني أستاذ علي عفوا، وأنت تتحدث عن يعني دعم خارجي وأموال تصرف هنا وهناك وتمزيق حقيقي للبلد، يجد الدكتور فيصل الحذيفي أنه أن عبد رب منصور هادي شريك في هذه التجزئة، واتهمه اتهام صريح ومباشر بأنه يعني شريك في ما يحدث بصمته، يعني سواء بهذا الصمت أو شراكة حقيقية فيما يحدث، وإلا يعني إن كان هناك جزء من وطنية حسب توصيف الدكتور لما قبل بما يحدث ولما ارتضى دور الإمارات منذ البداية. في الحقيقة أخي الكريم الكريمة الأستاذة آسيا، أنا لم أسمع هذا المقطع ولم أركز على ما قاله الدكتور فيصل، لكن أنا يعني أصف هذا. طبعا الرئيس الجمهورية هو المسؤول الأول أمام كل ما يجري في البلاد، ولكن ما أراه من بعض من إفراط في تحميل كل ما يجري في البلاد إلى شخص رئيس الجمهورية هو تهرب من المسؤولية. نحن في بلد جمهوري، في بلد تعددي، هناك أجهزة. من يحمله هناك المسؤولية هم الشعب أستاذ علي، فكيف هم يتهربون من مسؤولية قيادة البلد؟ أم هو من يتهرب من هذه المسؤولية؟ يعني من يتهرب؟ أنا أوصل فكرتي. أنا أرى وأقول أن كل ما يجري في اليمن هو نتاج مسؤولية جماعية. نعم، رأس الجهاز الدولة هو رئيس الجمهورية، لكن نحن لدينا مجلس نواب، لدينا حكومة، لدينا مجلس شورى، لدينا قوى سياسية موقعة على المبادرة الخليجية. فنحن الآن بدل أن نبحث عن مشيب لنحمله كل الأخطاء وكل المشاكل التي تمر بها اليمن، علينا أن نبعث الروح في الجميع. هل يعقل أن الشعب اليمني 30 مليون وأن هذه المؤسسات وأن هذه القيادات السياسية وأن هذه كل القوى لا تملك من أمرها شيء، وكل الخطأ فقط في شخص رئيس الجمهورية؟ نحن نؤكد أن أي مسؤول يقف على رأس الدولة سواء الرئيس أو رؤساء باقي المؤسسات البلد يتحملون المسؤولية، وهم يعني أمام الشعب المطالبين بإنقاذ الشعب من هذه المشاكل التي دخلوا فيها. ولكن لا نجعل الأمر إلى مجرد تنفيذ عن غضب، وبل علينا أن نبحث عن الحلول، والحلول أن يتحمل كل مسؤول وكل يعني قيادي يعني الشعب اختاره أو تولى المسؤولية على الشعب أن يتحمل مسؤوليته، ومن لا يستطيع عليه أن يصارح الشعب وأن يوضح ما الذي يجري للبلاد، ولماذا البلاد تقف أمام خطر ليس تمزيق بين شمال وجنوب. نحن ما نراه من مخاطر قد تتعدى ذلك إلى يعني شرذمة اليمن، إلى أشتات شتى.
أمامنا انهيار الاقتصاد، انهيار الحالة الصحية كما نرى الآن في صنعاء وفي عدن وفي باقي المدن، انهيار للتعليم. يعني ربما سنتين مضت لم يدرس الطلاب في بعض المحافظات شيئا يذكر. كل هذه الأمور لا يعقل أن نأتي ونقول أن شخص واحد هو المسؤول، بل بلد عظيم مثل اليمن يجب أن ينهض ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤوليته، حتى المواطن يجب أن يوصل صوته، وألا نكتفي بالتذمر والشكوى على القنوات الفضائية. هناك نقطة أريد فقط أن أنبه عليها، التي سمعتها في البداية من كلام الأستاذ الدكتور العزيز فيصل، وهي قضية المقارنة. يعني إحنا الآن عندما نقارن بين اليمن وألمانيا، هذه مشكلة أننا لا نزال غارقين في فكرة عام 90 وما بعد 94 وكذا. نحن اليمن يجب أن نقف وقفة قراءة للتاريخ، كيف كان دولة الجنوب هذه كانت أشتات شتى، لم تتوحد إلا في 67، ثم في عام 90 تشكلت الدولة الجديدة. علينا أن نطوي الماضي كله، أن نبعث الروح الوطنية، أن هذه المنطقة الجغرافية لها هوية تاريخية، لها إرث حضاري عظيم، يجب أن نبحث عن الحل لإصلاح هذا الوضع وفق ما نعيشه حاليا. نحن المؤسسات ضعيفة، عندنا الجانب الاجتماعي والقبلي هو الغالب في اليمن، لا توجد عندنا نفس الفكرة التي في دول أخرى سواء أوروبا أو غيرها. ننظر لمشاكلنا بدون مبالغة في المثالية حتى نصل إلى حلول معقولة يمكن أن تنقذ البلد وتحفظ لنا المكتسبات، المكتسبات الحضارية القديمة والإرث الذي نفاخر به كيمنيين، والمكتسبات أيضا الثروات الموجودة في بلادنا. نعم. والمكتسبات التي تحققت من جمهورية ووحدة يمنية عظيمة وتعددية سياسية. أنا أؤكد أن ما يجري يستهدف ضرب كل هذه المنجزات في الجنوب مثلا، هذا الأدوات التي تريد السيطرة على البلد، ومشروعها واضح هو الهيمنة بالحديد والنار وقمع أي صوت آخر والقضاء على التعددية السياسية في البلد وحرية الرأي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي الأحمدي، مساعد أمين عام حركة النهضة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن دكتور فيصل، بالتأكيد استمعت لحديث الأستاذ علي، ويعني حقيقة لما يحمل الرئيس وحده كل ما يحدث؟ أين نائبه؟ أين رئيس الحكومة؟ أين التيارات السياسية؟ أين أعضاء مجلس النواب؟ أعضاء مجلس الشورى؟ وكل من له علاقة أو هو يعد داخل المنظومة السياسية التي تدير البلد؟ سأقول لك، والجمهور الكريم يتابع ما نقوله بشكل متراكم منذ سنوات، لماذا عبد الرب منصور يتحمل المسؤولية وحده؟ لأنه احتكر السلطة كلها بيده. إذا أردنا أن نتحدث عن نائبه، نائبه من يعينه؟ قرار جمهوري، يعني هو شغال عنده. رئيس الحكومة من يعينه؟ قرار جمهوري ومعين عنده. الوزراء من يعينهم؟ قرار جمهوري، يعني هؤلاء فريق حكومي يشتغلون عنده، وأي شخص يخرج عن الإطار يتم الإطاحة به ومحاكمته. فعل ذلك مع بن دغر، يعني عندما عرض الإمارة جهارا عوقب بالعزل وبالإحالة إلى المحاكمة. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن مجلس النواب، لماذا مجلس النواب الحوثي في صنعاء يشتغل وبشكل دائم؟ أي أن هناك قيادة ألزمت هذا المجلس وأجبرته على أن يمارس دوره الدستوري حتى يبدو كسلطة أمر واقع مقبول على المستوى العالمي. طيب كيف استطاع الحوثيون وهم مجرد جماعة ميليشيوية ليسوا رجال دولة، واستطاعوا يحركوا المؤسسات ويصنعوا من أنفسهم دولة أمام العمل الخارجي والمحلي؟ لماذا لا يلزم عبد الرب منصور أو لا يدعو بموجب الدستور لهذا المجلس أن ينعقد بشكل دائم؟ إذن بالرغم أنه منتهيت صلاحيته، يعني هو المسؤول، هو أراد أن يعطل المؤسسة الدستورية حتى لا تشكل رقابة عليه. ثانيا سأقول لك لماذا هو أيضا يتحمل المسؤولية. كيف وجه عبد الرب منصور رسالة إلى مجلس الأمن بتسليط العقوبة على علي عبد الله صالح وعلى ابنه وعلى الحوثي وعلى جماعات أخرى؟ لماذا لم يوجه رسالة بهذا الحال على المجلس الانتقالي؟ ولماذا رضي للمجلس الانتقالي أن يصبح شريكا شرعيا وهو منقلب عليه؟
يعني في نهاية الأمر نريد أن نعفي إنساناً أراد أن تكون السلطة كلها بيديه وكل الآخرين يشتغلون وفق رغبته، وإذا ما خرجوا يعاقبهم وربما أيضاً يحيلهم إلى المحاكمة. أنا أؤكد بأن كل الأحزاب السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية إذا ما تمرد أحد منهم وأظهر صوتاً عالياً ضد الرئيس عبد الرب منصور فإنه سيوجه رسالة إلى مجلس الأمن بأنه بتسليط العقوبة عليه باعتبار أحد الجهة المعرقلة. إنه يستغل السلطة ويتعسف بها بشكل انتقائي. كيف سمح للإمارات من أول يوم تعبث هذا العبث؟ كيف سمح للسعودية أن تعبث هذا العبث؟ كيف سمح يعني سكت عن انتهاك حقوق اليمنيين في السعودية؟ كيف سمح لجميع العابثين بالسلطة الذي يعينهم دون محاسبة؟ يعني أنا أستغرب كيف يمنح بكل وقاحة أمراً اسمحي لي، كيف يسمح أن يمنح وزير مدير البنك المركزي راتب 40,000 ونائبه 30,000 دولار بينما معظم الناس بدون رواتب، 80% من الناس بدون رواتب؟ كيف اليوم يسمح للبنك المركزي أن يصرف أكثر من 20 مليار ريال يمني مرتبات ل 20% من الموظفين؟ إنه عبث، بينما كانت رواتب الجمهورية اليمنية كلها لا تتعدى 70 مليار. هذا العبث هو مسؤول عنه، ومن يستطيع أن يعين، ومن يستطيع أن يعزل، ومن يستطيع أن يحاسب. وبالتالي أنا لا أستطيع أن أتكلم عن علي محسن وهو معين بقرار جمهوري، ولا أستطيع أن أتكلم عن معين عبد الملك وهو معين بقرار جمهوري، ولا أستطيع أن أتعين عن وزراء يتمعشون وينتفعون بأموال باهظة الثمن، 12,000 دولار يستلم كل واحد منهم وبعض الإعانة الخاصة حتى يصمتون إنهم يشتريهم بالمال. إنه أفسد جميع الناس. اليوم صمته وبقاؤه في الرياض هو وفريقه الحكومي أكثر من 6 سنوات يصبح مدان بدون ومرتكب للخيانة العظمى وبدون أدنى اعتبار لمثل هذا الفعل. أنا اليوم لا أستطيع أن أتحاشى اتهامه بالخيانة العظمى كمواطن. كيف يسمح للناس أن يتقاتلوا وأن تبقى الدماء تسيل وهو يعيش في الرياض يعني ينعم بكل الأموال وباسم الجمهورية اليمنية ولا يتحرك؟ إنه المسؤول دعني أنقل هذه الأسئلة دكتور. يعتبر دستوريا وسياسيا يتحمل كل المسؤولية. نعم، دعني أنقل هذه الأسئلة لضيفي عبر الهاتف البراء شيبان الباحث السياسي والإنساني عبر سكايب من لندن. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور وأهلا وسهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام. أهلا بك، أتمنى أنك استمعت لحديث ضيفي عبر سكايب دكتور فيصل الحذيفي وهو يحمل رئيس الجمهورية تبعات كل ما يحدث في البلد، ونحن نحتفي بالذكرى 30 للوحدة التي أصبحت على شفا جرف هار كما يقال. أنا أعتقد أن هناك إشكالية في توصيف عندما نتحدث أنه هو الوحدة، وبالتأكيد نحن مطالبين بمراجعة الوحدة، مراجعة أين إخفاقاتها، أين حققت بعض الإنجازات، وكيف نستطيع إعادة تقويم هذه المرحلة. لكن نحن في مرحلة مثل ما تحدث ضيفك الأستاذ أحمدي من الرياض، نحن في مرحلة البلد فيها على شفا الانهيار، وهذه نقطة خطيرة جدا، لأنه الكثير من المشاريع التي تظهر هنا وهناك، وأنا أتحدث بشكل واضح عن مشاريع الملشنة التي تتم على قدم وساق، ستؤدي بالضرورة إلى الانهيار. ما يحدث داخل عدن، أنا أقول لك وبكل صراحة، ليس له علاقة لا بالقضية الجنوبية ولا بالحراك الجنوبي، وليس له أي علاقة بأي مطالب حقوقية. ما يحدث داخل عدن من قبل المجلس الانتقالي هو مشروع ميليشياوي مناطقي محدد، خطره أنه يهدد انهيار الدولة بشكل عام، وتبعاتها سيدفعها اليمنيون لأجيال طويلة جدا. الحديث عن رئيس الجمهورية يجب أن يكون في أكثر من محور. طبعا رئيس الجمهورية هو أكيد يتحمل المسؤولية، وأحد الإشكاليات الحقيقية التي نحن نواجهها هي غياب هذه القيادة. القيادة متى ما غابت ظهرت هذه الفجوات.
طبعا التقييم لازم يجب ان يكون يعني موضوعي. رئيس الجمهوريه داخل صنعاء حورب بشكل 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 كبير، بشكل جعل كثير من الجنوبيين يشعروا انه المناطق الشماليه لا تقبل بوجود رئيس جنوبي، وراينا ما حدث له داخل صنعاء، ومحاوله الحوثيين الامعان في اذلال في 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 اذلال الرئيس هادي، وبعد ذلك الذهاب الى عدن بتلك الجحافل التي رايناها في العام 2015. النقطه التي يجب ان ننتقل اليها ان مشروع الوحده ام الانفصال ام كل الخيارات، هذه في نهايه المطاف يجب الشعب هو من يقرر فيها. الجنوبيين، انا من الناس الذي اقول منذ البدايه، هم من الناس الذي يحق لهم تقرير مصيرهم، تقرير خياراتهم، ولكن بطريقة سياسية تحفظ مكنونة الدولة اليمنية، وليس بهذه الطريقة العبثية التي تحاول أن تصور أن مشروعها مشروع ثأري، مشروع قادم بالدم، مشروع يحاول أن يجرف الحياة السياسية اليمنية من كل مكوناتها، وخصوصاً النقطة التي ذكرها ضيفك السابق وهو مشروع التعددية السياسية. المحطة هذه أنا أعتقد يحتاج اليمنيون إلى إعادة تقييمها، ومن يتحملها؟ نحن في مرحلة أعتقد لم تمر اليمن بمرحلة فيها فقر في النخبة اليمنية بشكل كبير، بحيث أنه لا تجد حتى الأحزاب السياسية التي هي عادة هي عماد الدولة، وهي من تحاول أن تقوم وتسائل المؤسسات الرسمية، غائبة تماما. لا يوجد، يعني متى آخر مرة رأيت اجتماع مثلا لأمناء عموم الأحزاب؟ متى رأيت اجتماع لأعضاء مجلس النواب؟ وين هي التيارات السياسية؟ أين هي الفعاليات المجتمعية؟ هذه كلها مغيبة، وكل يتحمل مسؤوليته بناء على الموقع الذي فيه. بالتأكيد الرئيس الجمهورية تحمل المسؤولية كونه المسؤول الأول في 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 الدولة، وعليه يتحمل بقية الأطراف السياسية مسؤولياتهم. نعم، إذن اسمح لي ضيفي العزيزين أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم السعيدي، رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء النور. أهلا بك. إذن على ضوء المستجدات والمتغيرات الحاصلة اليوم على الأرض، هل يمكن السؤال ما البديل للوحدة؟ بداية أخواتي مباركة إن شاء الله عليكم وعلى ضيوفكم الكرام وعلى متابعيكم. كان بودنا في هذه المناسبة أن نتبادل التهاني بالمنجز، يعني أسوة بالأم السوية التي حققت منجزاتها وتبادلت التهاني، ولكن الحال المؤلم الذي يمر به الوطن والنزيف على كل المستويات الذي يصيب الوطن يجعل مفردات التعازي تسبق مفردات التهاني للأسف. وفي رأيي أنا أن المرحلة اليوم بعد 30 سنة تحتاج إلى تغيير موضوعي، وتحتاج إلى أدوات جديدة للتغيير تبعد أو تبتعد عن المحاسبة وعن تحميل المسؤوليات، تخطف الأوراق أو تستبعد الأوراق التي توظفها دول الأقليم الآن، والقضايا العالقة في البلد التي توظفها دول الأقليم للمشاش بسيادة الدولة وسيادة البلد وبقطاع واكتزاز أراضيها ومشي سيادتها. ما يحدث اليوم طبعا مؤلم، ولكن المعالجات تتطلب أول مننا بداية أن نعترف أن الوحدة التي وقعت في مايو عام 90 كانت وحدة بين حزبين وليست بين شعبين، كانت وحدة بين الحزب الاشتراكي اليمني أو جزء من الحزب الاشتراكي اليمني الذي بقي في السلطة بعد 86، وهو يتألف من مناطق معينة ومن قوة من الشمال هي قوة حوشي، وذهبت لتعقد أو توقع اتفاقية مع المؤتمر الشعبي العام الذي كان يعاني أيضا من عزل في صنعاء، وكان تقريبا فاقت سيطرته على صنعاء الا من القصر الجمهوري وما حواله من مناطق فقط. الوحده هذه اللي قامت اثبتت فشلها من اول يوم، لانها كانت مشترطه او قائمه على اشتراط طرد
جزء من أبناء اليمن خارج اليمن، يعني طرف اشترط على طرف آخر أنه يخرج مجموعة من أبناء وقيادات اليمن وشخصيات اليمن إلى خارج الحدود لكي تتم هذه الوحدة. فحدثوني عن أي وحدة يكون من شروطها أن تطرد أبنائها. وبالتالي علينا أن نقر أولا أن هذه الوحدة فشلت، وعلينا يعني ما يحدث الآن هل تجد أنه اجترار لتبعات ما حدث في الماضي؟ مؤكد نتيجة الأخطاء التي حدثت منذ قيام الوحدة؟ مؤكد جدا. ما نحن فيها اليوم تبعات الزلزال اللي حصل في تلك الفترة، وطبعا لكي نوقف هذه التبعات علينا أن نواجه الواقع كما هو لا كما نريد. علينا أن نبتعد عن الشعارات، نبتعد عن المزايدة على بعضنا البعض. نعترف أولا أن الوحدة فشلت، ونعترف أنه لا مخرج أمام اليمن في الشمال والجنوب إلا باليمن الاتحادي بالدولة الاتحادية. اليوم ظهرت مشاكل في الجنوب على خلفية الجنوب التاريخ الجنوبي المتصارع، وظهرت أيضا مشاكل في الشمال على نفس التاريخ وعلى نفس التصارع. قد يأخذ وجهة تصارع اختلاف ما بين الشمال والجنوب، ولكنه هو صراع في الأخير يعني. فيبقى نحن يا أما نختار الصراع الدائم في الشطرين ونبقى في حالة حرب دائمة نزعج أنفسنا بها ونضر وطننا ونضر الإقليم، الإقليم بيتضرر، ومن يظن أنه بيعيش بسلام في ظل الفوضى اللي تزرع في اليمن فهو لا يفكر بشكل صحيح. علينا أن نعترف أولا بفشل الوحدة، ثانيا علينا أن نعترف أن المخرج هو الدولة الاتحادية، ولكن الدولة الاتحادية يجب أن توضع لها معايير، يجب أن تضع لها يعني دستور يضمن للناس أو للأقاليم هذا بحق تقرير المصير في حالة ما فشلت الدولة هذا في إدارة نفسها، في حالة ما وجدنا أنفسنا مرة أخرى أمام قبيلة تحكم أو حزب يحكم أو شخص يمارس الدكتاتورية على هذا الشعب. الدولة الاتحادية القادمة يجب أن تأتي بدستور يمنح الأقاليم حق تقرير مصيرها في حالة ما وجدت أن بقائها في كيان الدولة الاتحادية لم يعد من مصلحتها. ولكن يجب أن تقنن هذه الأمور، ويجب أن توضع لها محددات ومعايير بحيث لا تصبح عبثية، لا تصبح مزاجية. واسمحي لي هنا أن أعرج على وضعنا في الجنوب. نحن في الجنوب قضيتنا الجنوبية اليوم تحولت إلى ورقة ابتزاز واضحة للشرعية للدولة للحكومة، ولكن لا علاقة لها بالجنوب، لا علاقة لها بهدف الحراك الجنوبي الذي يطالب باستعادة دولته، والذي يطالب والذي يتفق مع الشرعية اليوم بالمضي في طريق الدولة الاتحادية، ولكن بشروط أن يمنح حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم. وإذا اشتغلت الدولة وعملت على حل المشاكل وعلى مداوات الجراح التي حصلت خلال 30 سنة لأبناء الجنوب، فلن يذهب أحد لصناديق الاقتراع لاقتضاع الجنوب، ستذهب الناس مع الدولة الاتحادية. لكن إذا جاءت الدولة الاتحادية هذه لتمارس نفس سلوك نظام علي عبد الله صالح والحزب الاشتراكي اليمني الذي أسسوه على أساس حزبي في عام 90 وحموه بمجموعة من القوى التقليدية المستفيدة التي ابتزت الشعب في الشمال والجنوب، فمن الطبيعي أن الجنوبيين سيذهبون، ومش بس الجنوبيين والشماليين، أما سيذهبون إلى تغيير مصيرهم والابتعاد عن هذا اليمن. نعم. إذن الذي يدخلهم في جحيم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الكريم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وأنقل هذه الفكرة لضيفي عبر الأقمار الصناعي الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، يعني يجد الدكتور السعدي أن الوحدة فشلت منذ بدايتها لاعتبارات عدة ربما استمعت إليها، وأن الحل الآن أمام اليمنيين وأمام كل ما يحدث هو اليمن اتحادي، ما رأيك؟ أولا في من أجل تحديد المصطلحات بدقة، لا نستطيع أن نتحدث عن الوحدة بأنها فشلت بقدر ما نحدد فشل النخبة التي أدارت دولة الوحدة، لأن الوحدة ليست قابلة للتحيز، وليست فكرة عنصرية، وليست تقرر بذاتها لتفشل. هي ليست كائنا عاقلا، هي هدفا معياريا مجردا نحن سعينا إليه
والنخبة اليمنية التي حكمت بعد الوحدة هي التي مارست الفشل وأدت إلى مثل هذه الصيرورة التاريخية التي لم يكن يحلم بها اليمني. ثانيا، مسألة الدولة الاتحادية هذه قررها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، شيء مفرغ منه باعتبار بأن السلطة المركزية هي مفسدة، باعتبار أنها سلطة استبدادية، وأن الديمقراطية كانت في دولة الوحدة أو ما قبلها هي ديمقراطية شكلية، يعني بالأموال نشتري الأصوات ثم نعمل انتخابات زائفة ثم نمسك السلطة بأيدينا. وإلا لو كان عندنا ديمقراطية بالمعنى الحقيقي لما ظل رئيسا علي عبد الله صالح أكثر من ثلث قرن. يعني الديمقراطية تقتضي بأنه يصبح حسب الدستور تغيير كل 8 سنوات كحد أقصى. إذن فالديمقراطية أكذوبة، والتعددية أيضا أكذوبة، لأن كل مراكز القوى التي تدور حول فلك السلطة وحول ضغطها وحول منافعها ومصالحها. أي أن ثورة 2011 هي الثورة الوحيدة التي ضغطت على الجميع للتحول نحو دولة ديمقراطية حقيقية ونحو دولة تعددية حقيقية ونحو دولة اتحادية. اليوم خيار الدولة الاتحادية هو المخرج الحقيقي، ولكن قبل ذلك ينبغي أن نتخلص من هذه المأساة التي نحن فيها، من هذا النفق المظلم الطويل الذي لا أفق له، وهي الحرب والتدخل الخارجي. إلى متى ستظل السعودية والإمارات تتدخل في الشأن السيادي اليمني وتقرر بالنيابة عن اليمن؟ إلى أي مدى يقبل عبد الرب منصور وفريقه الحكومي أن يظلوا منفيين اختياريا في الرياض؟ هذه سلطة عار. نعم. يعني نستطيع أن نقول بأنه في الدولة مضغة، إذا صلحت الدولة، وإذا فسدت الدولة، وهي السلطة. السلطة اليوم سلطة منفى في الرياض، والشعب يعيش خارج بغياب تام عن دورها الحقيقي على الأرض. يعني اليوم هناك خلل جوهري ينبغي أن ينصلح حتى نتحدث عن مآلات أو الأهداف الكبرى التي نسعى إليها وهي الدولة الاتحادية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. وعودة إليك براء، يعني ما رأيك، ما هي مخاطر الهروب من الوحدة تجاه المشاريع الصغيرة؟ إلى أين يمكن أن يفضي بنا ذلك؟ الإشكالية أنه لا يوجد هناك، يعني اليمنيين ليس لديهم العديد من الخيارات في ظل هذا الوضع الذي هم يعيشون. إشكالية إذا حاولنا أن نحن نحددها في 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 مربعين، هناك سلطة أمر واقع موجودة داخل صنعاء شكلتها جماعة الحوثي، لا تقدم لليمنيين أي خيارات حقيقية، لديها مشروع طائفي. بالأمس يعني يظهر عبد الملك الحوثي، تخيل، بدل أن تكون هذه الذكرى لمراجعة الأخطاء، أين أخطأنا، أين يجب على اليمنيين أن يتفقوا، يذهب ليعلن أن مشروعه هو مشروع إيران، يتحدث عن يوم القدس العالمي، ولا كأن القضية اليمنية تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، هو في مشروع منفصل عن الواقع اليمني. فهذا الخيار للأسف الشديد إلى هذه اللحظة لا يقدم لليمنيين خيارات حقيقية. المشروع الآخر الذي موجود في عدن تحديدا، سلطة أمر واقع مدعومة من الإمارات، مشروع بنفس مناطقي تحريضي فرص، ليس لديه الحد الأدنى من تقبل الجنوبيين قبل أن يتقبلوا الشماليين. ولذلك حتى إذا ذهبنا بخيارات المجلس الانتقالي إلى النهاية، لو قلنا لهم أنه خلاص خلينا نعمل استفتاء غدا، سيتم الفرز داخل الجنوبيين أنفسهم بالنسبة للمجلس الانتقالي، من هو العدني ومن هو غير العدني، ومن هو الجنوبي ومن يحق له الجنوب، وكل هذه الأسئلة، لأن الفرز المناطقي هو مرتكز المشروع الذي يقوم عليه المجلس الانتقالي، هو يقوم على فرضية أنه هو وحده من يمثل كل الجنوب، ولو كان ذلك على حساب انهيار الدولة في اليمن بشكل كامل. الخيار الذي نحن ننادي فيه منذ بداية الحرب، بل ومنذ قبل أن تندلع هذه الحرب، أن هناك مشروع حوار وطني صيغ في بيئة توافقية حقيقية، صيغ في مرحلة استثنائية من تاريخ اليمن، يقدم حلول على الأقل في هذه المرحلة تجنب
الكوارث وتستطيع أن تلملم الجراحات إلى الحد الأدنى. بعد ذلك إذا كان لدى الجنوبيين خيارات مستقلة أو لدى أبناء المحافظات الشرقية أو غيرها مطالب هذا كلها نوقشت في الحوار الوطني وخيارات تحديدا ما يتعلق بتقرير المصير. هذه حق لكل الشعوب انها ان ان يعني انها تحدد كيف سيكون مستقبلها. مهمه اليمنيين اليوم انهم هناك تحديين اساسيين حتى ننظر بعيد من الواقع. النقطة الأولى يجب أن يصطفوا خلف مشروع اليمن الاتحادي حتى الخروج من هذا المنعطف الذي أدخلتنا فيه جماعة الحوثي منذ العام 2015. النقطة الثانية والمهمة يجب الضغط بشكل كامل على تحديدا الحكومة الشرعية والتحالف على إنجاز مهمة حسم المعركة مع جماعة الحوثي، إما أن تقبل جماعة الحوثي أنها جزء من المكون السياسي اليمني أو يتم حسم المعركة معها. لو لاحظتي أن المشهد داخل الشرعية ازداد تأزما في اللحظة التي تأخرت فيه مشاريع التقدم العسكري، يعني منذ اللحظة التي توقفت فيها معارك الحديدة بدأنا نسمع مشاريع غريبة، بعض الأحيان مبادرات يطلقها المبعوث الأممي، بعضها نقول خلاص هناك سلطة جديدة. لا 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 يعني لم يعد يفهم اليمنيون ما الذي يحصل داخل لا. داخل الأرض، انقلاب داخل أعتقد أن المطلب هو من خلال هذه الخيارين الأساسيين، الاصطفاف حول مشروع اليمن الاتحادي ومخرجات الحوار الوطني كبداية للحل اليمني. النقطة الثانية الضغط على النخبة السياسية اليمنية وكذلك التحالف العربي لحسم المعركة مع جماعة الحوثي. وأنا لا أقول ذلك لأننا فقط نحن نريد حرب، هذه الوضع الحالي في اليمن لن يحل إذا لم تحسم المعركة مع جماعة الحوثي. إذا لم تحسم المعركة لأن وضع اللا حرب ولا سلم هو وضع شمالاً نعم، وضع اللا حرب ولا سلم هو وضع يعني مزعج لليمنيين وعدم استقرار حقيقي لوضع البلاد وعدم اتخاذ أي خطوات جادة في مصيره. شكرا جزيلا لك البرا شيبان الباحث السياسي والإنساني، كنت معنا عبر سكايب من لندن. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.